باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. معجزة قوية جدا للبابا كيرولوس يحمي فيها الأم والجنين من النزيف. تقول الأم: بدأت قصتي في مشوار الحمل المتعب، حيث كنت لا أستطيع الأكل بالإضافة للنزيف الدائم، ودائما كانت تأتي لي الأفكار السيئة، وكنت أخاف على الجنين ولو أني كنت في أول الحمل. وفي ليلة جلست أنا وزوجي يقرأ لي من كتاب معجزات البابا كيرولوس، فغلب عليه النعاس، فقال لي: أكملي واطلبي من البابا كيرولوس أن يشفيك. بالفعل قرأت بعض المعجزات وغلب علي النعاس، ووضعت الكتاب تحت وسادتي ونمت. بعد ساعات استيقظت وأنا أشعر بكتفي اليمين كأن أصابه شلل. لقد شاهدت البابا كيرولوس في حلم، وكان وجهه يشع فرحا وحبا وحنانا بنظراته العطوفة. كان ينظر إلي وقال لي: لا تخافي، الجنين بخير، وماشى معي سندا لي كتفي. استيقظت وأنا خائفة وسردت لزوجي ما حصل، ففرح زوجي وقال لي: البابا كيرولوس قد طمأنك، ستكملين الحمل بخير. وبعدها أكملت مشوار الحمل وأنا في أتم الصحة. بعد توقف النزيف بشفاعة البابا كيرولوس رجل الصلاة، أكملت الحمل ووضعت المولود بسلام، والمجد لله دائماً.